في ثلاثة إخناتون ناقصين واتنين أنوبي وأربعة ورق باردي. فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنة برضو عادل كانوا بيقعدوا يجرودوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر؟ هجرودك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. خلص. الحاجات اللي ناقصه دي فين؟ خلاص معلش يا عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحه، من طلعه الصبح لغايه لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي، البضاعه اللي ناقصه فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ اه، وانا لما حاجه بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها علشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انا بخاف عليك قوي عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل مفيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف؟ يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، خمس تماثيل اتكسروا والاربع ورق البردي دول اتكسر الاخرين؟ يا عادل في ورق بردي بيتكسروا يا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى رمز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي، وايه تاني اتكسر يا رمزي؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا الساعه بتاعتي، مع انها اخي ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي. ضد الميه؟ يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا اربعه يا عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر، وغير اللي اتسرق، وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال اقول لك يا عادل يوم الجرد ده خدوا اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. ايه يا عادل؟ انت بتزعق ليه يا حبيبي؟ بزعق ليه؟ الساعة 6 الصبح مصحينا على الدوشة والمكنسة والخلاط والتلفزيون، في ايه؟ مش عارف انام. يعني انت سمعتها؟ طبعا سمعتها، واتنيلت صحيت اهو. امال الست مجيدة مش عايزة تسمعها ليه؟ عشان لما اقول لك انها بتستعبط. بقول لك ايه؟ انتي احترمي نفسك واعرفي تتكلمي ازاي وقولي استبحي يا صبح، ما تكلميش عن مامي بالطريقه دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء. بحسب. عيب عيب قوي، عيب يا سناء تتكلمي معاها بالشكل ده، وبعدين احنا ما نعرفش الظروف، مش يمكن اتطرشت ولا حاجه. ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بطهر البيت يا حبيبي، اوضه النوم بتاعتهم ما فيهاش شباك. اوضتهم مكمكمه. حمود ازاي تعملوا حاجه زي كده وتتجننوا قاعدين تخنقوا واحنا نايمين؟ نايمين؟ احنا اسفين قلقنا منامك يا مجيده، اصل احنا بنصحى الساعه 5 الصبح. بننزل نبيع اللبن اللي حلبناه من الجاموسه اللي مربينا في البلكونه. على العموم انا عارفه كويس قوي انتوا بتعملوا كده ليه؟ تفتكري بنعمل كده ليه؟ ها بنعمل كده ليه؟ انتوا عايزين تزهقوني وتذلوني علشان امشي واسيب البيت، بس ده مش هيحصل جامي. برافو، سقفوا المجيده، سقفوا المجيده، اخيرا عرفت احنا بنعمل كده ليه. يلا بقى اتكلي من البيت. بقول لك يا مجيده، انا طالبه منك حاجه، كل يوم تصحي الساعه 6 الصبح تسيقي البيت بميه ساقعه، عشان ميه السخان انا محتاجاها عشان الحمام، وانتي قبل ما تروحي المدرسه تغسلي المواعين وتحضري لي الفطار. انا من رايي يا ماما انها ما تروحش المدرسه وتفضل تساعد مامتها هنا في شغل البيت، عشان حضرتك يا قلبي اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار بتاعك على صينيه كده سخنه بيغلي قدام باب اوضتك. ده احنا على كده بقى هنبقى الخدامين بتوعكم. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ ما تعملي بلقمتك يا ماما. وبعدين انتي يا مجيده لا تفقهي شيء في شغل البيت، احنا بنأسسك بنعلمك صنعه تنفعك، نعلمك شغل البيت عشان لما تروحي تخدمي في بيوت الناس الزباين ما يشتكوش منك. هاو داريو، هاو داريو يا سناء، اسمعي بقى، ده
مش هيحصل عشان انا متعززه يا حبيبتي ها، وده مش هيحصل ابدا. عادل شايف يا عادل؟ انا مش شايف، انا سامع وحاسس. يا عادل قول بقى. ما ينفعش الكلام ده، ده بيتي انا، انتوا ناسيين ولا ايه؟ ودي مامتي وليها حق في البيت ده زي امك بالظبط، فهمني ولا مش فاهمني؟ وده حد اللي بتعمله لاختك سناء. يا جماعه حرام عليكم بقى، حرام عليكم. يعني انا طول الليل شغال وطول الليل بجرد ومستحمل هباب الطين رمزي ده، اجي في النهايه كمان مش عارف انام. ما انا لو ما عرفتش انام يبقى مش هعرف اروح الشغل، لو ما عرفتش اروح الشغل يبقى انتوا كلكم هتروحوا تشتغلوا في البيوت. يا جماعه حرام عليكم، بابا تعبان من الشغل وعايز ينام. خلاص يا بابا روح انت نام وانا هسكته. يعني انت مسؤوله عن كده يا ياسمين؟ اه. واحنا عيال يعني ياسمين؟ طب افرضي بقى ان مجيده ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، نعمل فيها ايه؟ هي دي مشكله؟ دي مش مشكله، ما نودهاش سينما الاطفال. معقوله ما نودهاش سينما الاطفال؟ ده احنا كده بنتك عليها قوي يا ياسمين. لا انتوا زودتوها قوي بقى، وانا عارفه كويس قوي انتوا برضو عايزين تزهقوني وتذلوني وتهينوني عشان ما اقعدش في البيت واسيبه، لكن ده مش هيحصل، وهفضل قاعده على قلبيكم هنا اهو في البيت. سناء تعال عايز ايه؟ هتذنبني ولا ايه؟ تعالي يا لطيفه تعالي. رانيا تعالي يلا يا نجم. ياسمين تعالي. يا سناء ليه بتعملي كده في حماتي؟ انت عايز ايه يعني؟ نخدم ورا منها؟ هو يا كده بس انا ملاحظ من اول ما جات ان هو البيت وانت بتتعاملي معاها بطريقه عجيبه، يعني حطها في دماغي. لعلمك بقى انا ما فكرش فيها ولا لحظه واحده ولا حطها في دماغي خالص، دي ست كده متنشيه وعامله مانيكير كده وباديكير وطول نهارها مقديه كده اهوت وصبغه شعرها اصفر وطول نهار كل ما تكلمها تقوم رافعه لك حاجبها كده عامله زي الفرنسويه، وبعدين كل ما اروح لها البيت فاكر تقول ايه لو جزمكم بره جميع احسن توسخوا السجاد، اغسلوا ايديكم بالكلور جميع احسن توسخوا الكوبايات. ده واضح تماما ان انت مش حطاها في دماغك خالص، ده ايه التجاهل ده؟ مش قلت لك ان انا ما بفكرش فيها؟ لا خلاص يعني ما تتكلميش عن نفسك. المهم بس يا سناء بعد اذنك شيليها من دماغك لغايه ما انام شويه، وبعد الصلاه رجعيها تاني في دماغك، كلنا هنحطها في دماغنا، وانت يا ستي اكتر واحده حطيها في دماغك. المشكله يا عادل موجوده دلوقتي مش بعد الصلاه. المشكله موجوده على طول لعلمك، يعني انت لو بتدوري لها على حاجه يعني بتتكلم عليك زباله. تتكلم عليا انا زباله؟ دولا ايه؟ دولا انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم يلا؟ اوضه النوم يا عم انت بتحلم، احنا في القهوه دولا. يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولا فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دولا. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي قمه الالتزام يا دولا، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك يلا. وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل؟ وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وش دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا يا حاضر. نفتح بس الاول حته في النص ده. عادل دولا عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعه صبحيه. اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاه جمعه ايه؟ هو النهارده ايه اصلا؟
قوم قوم يا عم قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبة بإيدك دي واعمل لنا كوبايتين شاي يلا. يا أستاذ عادل يا أستاذ عادل لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل أي مشاكل. لا إله إلا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق يعني فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوة دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعة 7 الصبح يوم الجمعة يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولة عايزين دولة الحق الحق حتة بيقول لك اطلعوا بره. بيتك جبت لنا كلام يا حتة. انا مال انا يعني هو يطلع بره هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب السهرة بتاعت بالليل دي والشغل الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش. المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين امي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولة ده كله علشان انت مش مظبط بيتك. تعرف ان انا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر ان هو عايز يصحيني كنت اقوم اقتله. بالك يا دولة؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشه اقوم اكسره. وانت كام تمثال عملوا لك دوشه قبل كده؟ 3. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعاده يا رمزي عشان ما اغلطش فيه. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي يا دوله دوله انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي. ها خلاص مش هغلط في الدنيا ان شاء الله. طب يلا قوم بقى قوم. انت نمت خلاص ولا ايه؟ طب يا عم قوم انت كفايه نوم جلاجات كده انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دوله. لا انا نمت بعديك رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دوله انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني والاسبوع اللي قبله برضو انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ايوه كده فوق. حاضر انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنايمنيش. حاضر مدام كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دوله روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عد عليا هنا في البازار. ماشي دوله. اقول لك نصيحه؟ لا عينيا. ظبط حياتك تستقيم حياتك. حد يرد على التليفون يا اخوانا. حد يرد على التليفون. الو يا رمزي عايز ايه؟ ايه هجيب لك سجادة صلاة وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب عايز ايه؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصالة. ايه هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب. يا رانيا انت بتزعلي. افتح الباب يا رانيا. مش شايفاني نايم وبتتكلم ازاي دي؟ انا اسف يا ستي مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتحي الباب عشان عايز انام. وش معنى انا صاحيه من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي اختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شويه دم وتعمل حاجه. ثم ان انا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح بيبان. اوه يا سناء يا سناء. ايوه
ايوه يا عادل. الله، عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك اهي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي مفيش وقت للكلام ده، افتح الباب لو سمحتي بيرن من الصبح. انا حلفت لا هفتح بيبان ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثه ما انا فاتحه الباب. يا ماما يا ماما. ايه في ماما؟ انت عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتحي الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط من فضلك ما تغلطيش فيا. ما ماما قالت الشحطتين يعني غلطت فيا انا كمان، ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي زي امك. يا ماما معلش يا ماما افتحي يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفتح. واللي بره ده كمان يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت اخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هفتح مش هفتح. دي الفكره يعني؟ مش هفتح. تعالي هنا. مش تعالي هنا. تعالي يلا. بس على فكره كده انت قمت من على الكنبه. لا كانت رجلي دي لمسه، والله كانت رجلي لمسه. يلا روح تحت. ايه طرشان مش سامعين جرس الباب؟ إيه ما سمعناش خالص، هو ضرب؟ يا رب ده حاجه غريبه جدا، ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام مر؟ ازيك يا اختي؟ في ايه يا جماعه؟ انا بقالي ساعه مفتوحه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام ميرفت؟ ده بيختي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفت ما ياكلش الفوله، لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفت عشان بصلتين؟ الله يا سعاده، هو انا بعز عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سبخت مني مال خدك النهار. يا اختي يا اختي ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفت البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. خلاص يا جماعه، سناء قومي هات البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام، ام ميرفت خشي خد البصل اللي انت عايزاه من البلكون. يسلم بقك، عمال تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخويا انا عارفه ان البيت بيتي. طبعا فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي اتكي على الله وامشي. يا سلام، هو في حد اصلا وجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه، حاجه غريبه جدا. وانت كمان بقى اتاخر، انا مش عارفه اقعد. اتفضلي يا حضرتك. يا ولاد انعام البصل يا اختي متعلق سقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا ولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت شوفي اي مقشه واختفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا هتستريحي وتريحي. قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغاله عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه، صوت الضمير، صوت العرب. كلمه ماما تمشي على رقابه كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل، وبعد منهم كلمتي انا تمشوا عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا هنا ايه؟ طيشه، كنبه، جردل، انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص 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 بس كفايه، انا هحل لكم الحكايه دي. يوم السبت سناء عندها اجازه من المدرسه، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحده فيكم ليها يومين، نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحده مسؤوله فيكم عن اوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم، كل واحده هتغسل هدومها، هدومي رانيا هي المسؤوله عنها. الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره. عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي. ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذي رئيس قسم. طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكره انها موافقه. طالما ماما قالت انها موافقه
طبعا انا لازم ارضخ لرغباتها. وانا هعمل ايه؟ بص يا ياسمين، انت عليكي مهمه مهمه جدا. هتلمي كل الازايز اللي موجوده في البيت وتمليها ميه وتحطيها في الثلاجه، ما تخليش ولا ازازه فاضيه. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، انا من نوع الكنبه، ممكن تسيبوني بقى. الله. طيب يبقى انا كده بقى هنام بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. انا خدت البصله اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا ولاد، ماليش عندكم حزمه بصل اخضر كده من ابو الشراشيف؟ بصل؟ حاضر يا ام ميرفت، حاضر، هجيب لك حزمتين وانا راجع من الصلاه، كله بعد الصلاه، سيبوني بقى. اخبار الشغل النهارده ايه؟ طمني عليه. الحمد لله تمام، ميت من التعب. النهارده جالنا بضاعه كتير، قعدت ارص بقى فيها وافك في كراتين لغايه اما الواحد ظهره اتقطم. المهم انك كويس. الحمد لله، شويه تعب بسيط بس الحمد لله. بس انت عارف بقى يا عادل، الشيل والحط ده عامل زي الرياضه بالظبط، مفيد صحيا جدا. والله مفيد صحيا. طيب عموما انا بعد بكره ان شاء الله جايالي بضاعه جديده، تعالي بقى مارس الرياضه دي وشيلي وحطي معايا في البضاعه. وانت لابسه بقى كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ خارجه اتفسح. خارجه اتفسح انت ومين؟ مع جوزي حبيب قلبي. انت جوزك؟ طب هترجعي امتى عشان لو اتاخرت ما اقلقش يعني؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، مش هيبقى في تاخير. ولا في تاخير، ما دام خارجه مع جوزك خلاص. بس عموما لو جيتي ولقيتيني نايم بيسيبيني نايم عشان ايه؟ عندي صحيان بدري. لا يا حبيبي، ما هو انت جاي معانا. جاي معاكم انت وجوزك؟ هنخرج احنا الثلاثه؟ طب جوزك ما يتضايقش يعني ان انا خارج معاكم؟ وهتروحوا فين امال؟ عادل، احنا متفقين مع بعض من اول امبارح. متفقين احنا ثلاثه؟ يو يا عادل بقى ما ترجعش في كلامك. مش مساله ارجع في كلامي، مساله بس ان انا تعبان ومحتاج انام كام ساعه عشان اصحى فايق بكره للشغل. الابحاث الجديده اكتشفت ان الانسان محتاج ينام تلت ساعه. تلت ساعه في عمره كله؟ في اليوم. في اليوم تلت ساعه بس؟ طب وانت ما بتناميش تلت ساعه ليه امال؟ لا ده على الانسان مش الانسانه. الانسان. بس التلت ساعه دي مش هلحق احلم حتى، يعني انا الحلم ساعتها هيكون لسه في اوله مع بدايه التترات بتاعه الحلم. لا ما هو الحلم بياخد فيمتو ثانيه. فيمتو ثانيه؟ ده مين اللي قالك على حكايه الفيمتو ثانيه دي؟ فيمتو ثانيه دي اللي اخترعها المهندس ممدوح زويل. يا مهندس ممدوح زويل، الراجل اللي رافع راسنا في كل حته في العالم اسمه ممدوح زويل، اسمه ابراهيم زويل يا ماما. قال ايه بقى؟ قال ان الحلم بياخد ثانيه. بقولك انت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ لا والله ما اعرف، اللي انا اعرفه ان الجون بيجي في ثانيه، وده اللي قاله المهندس محمد لطيف. يلا يا عادل بقى والنبي، انا عايزه اخرج وقاعده زهقانه طول اليوم، عايزه امشي رجليها شويه. ايه يا حبيبتي، وانا تعبان طول اليوم وعايزه انيم رجليها شويه عادي يعني. حلو قوي، يبقى نروح مكان نقعد فيه. بحيث ان انا ابقى قاعد وانت واقفه، او مثلا وانا قاعد وانت بتلف عشان تمشي رجليك. ده انت بتهزر بقى. بقول لك ايه، انا خارجه يعني خارجه. وانا مش خارج وهنام يا رانيا، لان انا محتاج اريح نفسي. انت طول الوقت محتاج تريح نفسك؟ ايوه، عشان اقدر اصرف على امك واختك. مامي واختي؟ على فكره بقى، مامي واختي ليهم حقوق في البيت ده زي امك واختك بالظبط. ايوه انا ما قلتش حاجه، عشان احقق بقى الحقوق بتاعت امك واختك وبتاعتك انت وبنتك لازم انزل اشتغل واسيب بقى الخروج والصرمحه والكلام الفارغ ده. بتسمي خروجي معاك صرمحه يا عادل؟ على فكرة بقى، أنا مراتك وليا حقوق عليك في البيت ده، وأولها إن أنا أخرج. ماشي، شوفي الخروجة دي هتتكلف كام وأديكي فلوس اخرجي بيها أنت وأمك وأختك. فلوس؟ فلوس إيه يا أبو فلوس؟ أنت بتكلمني أنا عن فلوس؟ أنا مش عايزة حاجة منك، اتخنق. خدي هنا، أنا مش قاعد بتكلم معاكي، تسيبيني وتخرجي كده من الأوضة؟ على فكرة بقى، أنت بيروقراطي وديماجوجي وأناني. يعني إيه أناني؟ يعني أناني؟ بنتي، أوعي، أوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده أبداً. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم أناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشة الزفت اللي إحنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيدة اللاجئة وبنتها اللاجئة بيتكلموا على العيشة، مش عاجبك العيشة معانا ولا إيه؟ أنتِ ما تتكلميش مع مامي بالطريقة دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لازقه؟ ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ ما عادش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي؟ انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بصي بقول لك ايه، بقول لك ايه؟ انا بقالي خمس سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده، صاري على حياتك وبعباع اللي في قلبك، قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه يا سناء؟ ما قصدكيش يا رانيا. بحسب. نو، ذيس از انف.
انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطيم، ما هنتلقاها هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم، سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع، هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها ها نشوف وشكوا بخير. ياسمين ياسمين ياسمين، اوعى تضعف يا عادل وترجعها، عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا اعرف. لا يا ماما انا مش هضعف، مش هضعف ابدا، وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين 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 ياسمين. اللي هتعيش متشحططه ما بين ام واب، هعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ولا يهمك يا عادل، بكره هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجعها. مراسيل ايه وشحطتت ايه؟ وياسمين ياسمين ما متلقاها في الاوضه اللي جنبنا. ايه اتجننتوا يا جماعه ولا ايه؟ اسكت انت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكره اخوكي هيعاني من الوحده. وحده ايه يا ماما؟ الوحده يا هانم، وانت حاسه بحاجه؟ الوحده ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين 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 ياسمين. يا ابني دي قاعده في الاوضه اللي جنبك، يعني اروح اجيبها لك من شعرها؟ وانت ايه اللي ينزلك في وقت متاخر زي دلوقتي يا سناء؟ انت عندك شغل بكره الصبح. ايه اللي ينزلني وعندي شغل الصبح؟ ماما انت سامع عادل بيتكلم ازاي؟ اه طبعا، ما عندناش ستات ينزلوا لوحدهم. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ ايه اللي يخليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. اه انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينيك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقول انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا ربي؟ بص يا دوله، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضو هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوقات اللي انت عملتها. النتوقات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. وايه المشكله في كده؟ مع واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دول ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دول، انا فهمت خلاص، انا فهمت، هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دوله، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في اغنيه. بص بقى يا دوله، انت لازم تحل المشكله دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه، والله ما عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دوله، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دوله، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته.
التاريخ بيعيد نفسه. ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الدنغلي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط دول. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش الثاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. يوس خلاص براحتك، فاهمه ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ وملكت شحتفت قوي كده، ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما تشحتفت وضاقت الغربه. الغربة وبعد المسافات يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها؟ هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعده معززه مكرمه لحد ما يجي هو ويركع على رقبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانه منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفه انت زعلانه منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت، يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دورة. السنة اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكرة بقى، الخروجة مش هي سبب الخناقة، الخروجة دي هي القشة التي كسرت رجل الحمار. ده مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمة حلوة. بيعملني على اني كنبة، مرتبة، كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت سايباه كده مزعزع بين اربع حيطان هيجي راكع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. الو الو
الو. ايه اللي انا بعمله ده؟ لازم احاول تاني. الو الو الو. ايوه يا رانيا، انا عادل. ايوه عادل، ازيك؟ وحشتيني. وحشتني قوي. ايه ده، في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني، لازم اطمن على ياسمين. مشغول. كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟ ده مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. ألو؟ محل الورد اللي تحت؟ عندكم ورد والله؟ طازه؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازه؟ طبعا طازه يا فندم. طازه 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 يا فندم. بص، خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي، استنى. خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ معرفش، الناس قليلة الذوق، ناس فاضية. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعات دي. مساء الخير. مساء النور. الورد حضرتك. متشكرة قوي. عفوا. اديني الكارت لواحد قليل الذوق فعلا. ها؟ عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، انا في انتظارك. لا استطيع العيش دون ان اراكي، فانت كالمصباح. لا استطيع العيش دون سماع صوتك، فانت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين ايه ده؟ ايه الغابة؟ ايه في ايه يا مامي؟ بس الورده حلوه قوي. الورده حلوه قوي، يا سلام. انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان دول هيتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميه له قدام الباب. يلا استني، ما ترمهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال ارجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. بعد كده مش هتعرف تشكمها يا ماما. طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني. مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا. يعني في شارع مين ده يا ماما؟ في شارع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمه مش فاهمه مش فاهمه.
كفايه خدي بالك من نفسك ها، ولو عاوزتي حاجه كلميني وما تتعبيش مامي، روحي المدرسه. اوكي مام. لا امشي خلاص بقى يا مامي، ما هو جوزي ولازم ارجع له. لا يا حبيبتي، اصلك انت هبله، انت كان لازم تشحططيه لحد ما يجي راكع على ركبته. هو احنا في سرب يا امي. يلا يا ياسمين يلا هنروح لبابي. خلاص بقى. معقوله يا عادل عاوز ترجع رانيا بعد ما هزقتنا؟ يا ماما كل يوم بيعدي وياسمين بعيد عني، مش في مصلحتي. عندك حق يا عادل، البنت ممكن تكبر ما تعرفش مين ابوها. افرضي قابلتها صدفه مثلا في المطبخ وما عرفتنيش، ده شكلي ايه قدام التلاجه مثلا؟ لازم اروح لها، لازم اروح لها. رانيا. عادل. ما تزعليش مني يا رانيا. وانا ما كانش قصدي ازعلك، وانا استحاله اضايقك بعد كده تاني. عارف اليومين اللي عدوا عليا، عدوا عليا زي ما يكونوا سنتين. فعلا شكلك اتغير خالص، وياسمين بنتنا كبرت اهي ما شاء الله، بقت في سنه كام؟ اوعدك ان انا عمري ما هطلب منك ان انا اخرج وانت تعبان. وانا اوعدك ان ههريك خروج كل يوم بقى، ترمس ودوره وناكل بليله، كل اللي انت عايزاه. لا انا عايز اكل غزل البنات. ايوه صح، غزل البنات، يلا بينا. مش معقول بجد بجد بجد، قلبهم ابيض، دول ما يقدروش يستغنوا عن بعض خالص. طبعا ولاد الحرام هم السبب في ده كله. الحمد لله ان ربنا قرب ما بينهم المسافات. حسابات بره ليه يا عم؟ تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت ما تفهمش فيها يا رمزي. دول انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها يعني. انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقوله يعني يا دوله مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الاغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الاغاني بتاعتي دي صعبه عليهم يا ابني. شوف الاغاني اللي ام كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان، سمعت القصيده اللي هي بتاعت ثوره الشك وهي بتقول اراك عصير الدمع؟ ده الكلام. عصير الدمع؟ اه طبعا يا ابني عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل الخواجه اللي جه. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس يا عم الدنو؟ ايه ده انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك يا استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عادي بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل، منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، بتقفل الباب ها؟ ماشي ماشي اصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعوني بتاعتنا قد ايه. اه طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمزي؟ نعم. روح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. اه علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين حاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبته. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه أدي دقيقة، على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي دقيقة كمان، على بقى ما يشرب الحاجة الساعة أدي دقيقة كمان. فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، اقعد اقعد اشرب الحاجة الساعة.
حضرتك يعني هم فاضل 3 دقايق بس على ما يجيب الحاجه الساعه هقول لك الاغنيه بتاعه الثلاث دقايق دي. 3 دقايق ايه يا عم؟ دي بتاعت انا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده ازاي؟ زي الناس. زي ايه؟ ايوه يعني كنت بتقول فيها ايه الاغنيه دي يعني؟ هقول لك انا بتقول 3 دقايق اشوفك قبلك، ايدك تلمس ايدي اشوفك قبلك، عينك تيجي في عيني، لو زعلان عاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لمعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك هتزود عنادك، نطيرك وعادلك انا طمعان في عدلك، انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق، انت حبيبي وبس، انت نصيبي وبس، نفسي اشوفك بس 3 دقايق. الله الله يا استاذ ماء. الله 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 بس بس الله الله يا استاذ ماء. يعني بص حضرتك، يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والثلاث دقايق بتوعي غير الثلاث دقايق بتوع حضرتك، يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله، لغيت الرحله خالص. انا ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه تانية بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سلام عليكم. انا ماشي. وعلى السلامه. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء اوعى هدى لغينا الرحله خلاص. سلام عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك، ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني. يالا ها كده بقى يا رمزي، فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم، ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني إيه؟ احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود. ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده، لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دوله طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها، ويتفقوا بقى مع الملحنين، وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دوله عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي، يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت، انا اتسرقت. اتسرقت ولا حته؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه يالا؟ محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو، الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه. سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله. حلوه الود ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحش قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه أيظنوا تلات تلات تلات. بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعت انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزة مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين، والقضيه هرفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوه أيظنوا غنوتكم؟
إلا متأكدين حضرتك، إحنا أكتر من متأكدين، وأنا ممكن أسمع جزء لحضرتك وإنت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة؟ أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي؟ أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنا فضلك؟ ايوه بس دي مش الغنوه اللي غناها بعرور. هي يا استاذ هي الاغنيه، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قال لك اظن عايز ايه اكتر من كده يعني. انا كده ابتديت اتاكد بس مش قوي. حضرتك طب انا هقول لك على حته بقى عشان تتاكد قوي ان هم سرقينها مني. حته انا كنت، هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا، هو بقى عنده سيد، لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دولة. وبعدين ايه سيد ده اللي بيقارنوه بي انا؟ مش دي سيد انكل؟ سيد انكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الاغنيه الشعبيه، يعني تطور الموسيقى العربيه، يعني السلمه التاسعه من سلالم الموسيقى العربيه، يعني هو انتهى البساطة والصراحة هو الأب الروحي للأغنية العشوائية. طيب أوكي، لو هو ده بقى يعني ياريت يجي حللنا المشكلة دي، وخصوصا حضرتك إن أنا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الأغنية بتاعت أيظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الأستاذ عمرو إيهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع أيظن قفش فيها. ولا هي دي؟ أهو حضرتك، أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ مدام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قاعدة مع سيد أنكل. انت متأكد يعني عم سلكها ان أنكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله هي كلها دلوقتي شوية ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قاعدة تانية في غنوة تانية. على فكرة دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي، اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا ده اسم اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجالة. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حيالله مساعد رابع لسيد اونكل. حيالله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أهلاً أهلاً بالزعيم. يا سلام، زعيم الأغنية العربية سيد أنكل. سيد أنكل مين؟ ده حيالله مساعد تاني لسيد أنكل. دي عيلة حيالله ما شاء الله، عيلة كبيرة قوي يعني. دول هم دول توأم ولا إيه؟ لا يا ابني، ده واضح إن سلسلة مطاعم. سيد أنكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. أهلاً بعمنا. أهلاً أهلاً. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده امال ده؟ ده سيد أنكل. اتفضل يا عم اتفضل. تعالوا تعالوا يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد أنكل. انا اسمع عن حضرتك يا أنكل انك انت سيد الاغنيه كلها. سيد أنكل يا أنكل. الله الله، سمع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منور والله يا سيد أنكل. ايه ده؟ اتكلم انت يا سلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق. بخصوص حضرتك، بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكورة انتاج يا سيد أنكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهة نظر حضرتك وجهة نظر صحيحة، ويبدو اني اخطأت في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغة. الاغنية دي اغنية ايه؟ ايظنوا ترتت ترتت ايظنوا بتاعت نجات.
مين نجاة؟ لا اظن بتاعت بعرور. خد الجماعه دول من هنا اسلكها. حاضر. حاضر ايه؟ خدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا، هو عادي جدا. مع السلامه اسلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات يا سلك. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب يا سلكها. يا عم انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقه دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامه بقى، انت والبرجين بتوعك دول. اولا ايظن دي تاليف وتلحين ونغمات مجسمه بعرور مع مرتبه الشرف. يا سلام. امال ايظن اللي معايا دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجه وقله ادب وسفاله. انت شغلك كده مش هتروح من هنا انكل. لا هرجعك طن. كده طيب، احنا شرحنا. نشرح بقى. تشرح مين؟ الأغنية دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أظنه. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى بتاعتي. ترى ترى بعرور. ترى ترى يا ناري يا ناري. ترى ترى بعرور بعرور. ترى ترى يا ناري يا ناري. بعرور بعرور. سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لأ؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعتي. احتة. نادي رمزي. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا. لسلكها والبعرور والأنكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق من الصب؟ بصوا، انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو، ومد ايدك في ايدي، وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي كسر الدنيا. مستر عدل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي ايدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره، وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي ايظنوا اهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من ايظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة. لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا. وانت اول واحد جريت اساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا؟ ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحه الاستاذ عادل
مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليك. حسيت ان ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. ايه ايظنه دي؟ قال ايظنه قال من ايام سامويل جاكسون وموزارت وشاكسبير. الحقيقة لم تنطق الكورة الارضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على امره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله، بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية. الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضيه. الله يحرقك. انت يلزمك قام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش فيها اوام كده احسن تنزل على جدور رقبتك. ده رافع قضيه ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوه بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان ايظنه دي مش بتاعتك. فضل ثلاث بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنيه من تاليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسة. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق. الو مين؟ ايه؟ بعرور كسب القضيه. متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي. نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10000 جنيه مبلغ مش وحش. أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في القهوه. أنا موافق. أوكي، دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ 10 إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هما 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم؟ كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. انت فاهم ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي هرفع القضيه دي ودول اتعبي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي يعني، هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعتي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلاتة، ايظنوا تلات تلاتة. طب تلات الاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلاتة. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. تلات تلاتة. طب حضرتك 3000 جنيه وعشرين قصيدة.